دلوقتي احنا كل كلامنا هيكون على مباراة مودرن سبورت. مودرن سبورت على فكرة لما تبص كده على جدول الدوري لعب 29 مباراة، كسب 12، اتعادل 11، خسر 6. يعني احنا بنتكلم ان مودرن سبورت خسر عدد مباريات اقل من الزمالك، الزمالك بتاريخه الكبير خسر 7، مودرن سبورت خسر 6. فماتش هيبقى صعب جدا. المصري اللي في المركز الاعلى من مودرن سبورت خسر 8، فبالتالي فريق مش من السهل انك تكسبه. دي ارقام تدينا مؤشر ان ماتش الاهلي مع مودرن سبورت يوم الثلاثاء اللي جاي ماتش مش سهل. فريق كسب 12 مباراه، خسر 6 مباريات، اتعادل 11 لقاء، عنده معدل تعادلات كتير. لما تبص على رصيد الاهداف فريق جايب 31 هدف، دخل مرماه 21 هدف، يعني اقوى خط دفاع من الزمالك. ولما تبص على عدد الاهداف اللي دخلت مرماه تقدر تقول زيه زي بيراميدز. بيراميدز دخل في مرماه لغايه دلوقتي 20 هدف، مودرن سبورت دخل مرماه 21 هدف. فانا برضو عايز اوصل لحضراتكم الارقام دي تقول ان الماتش اللي جاي يوم الثلاث ماتش صعب جدا لا يقل اهميه وصعوبه عن مباراه بيراميدز. فريق خسر عدد مباريات قليل جدا، نسب التعادل عنده كتيره، فبالتالي نسب ان ممكن تفقد نقاط في هذا اللقاء وارده، فعشان كده لازم تركز في الماتش. فريق خط دفاعه قوي، دخل مرماه 21 هدف. بيراميدز اللي بينافس الاهلي دخل مرماه 20 هدف. الزمالك اللي اسم الكبير في الدوري والمنافس التقليدي للاهلي لما تبص على عدد الاهداف دخلت مرمام 26 هدف. فدي كلها ارقام تديك دلاله ان ماتش مودرن سبورت ماتش صعب. مودرن سبورت على فكره من 29 مباراه 47 نقطه في المركز الرابع. فاحنا بنتكلم على مباراه مع فرق المقدمه وفرق المربع الذهبي. فده بالنسبه لمباراه مودرن سبورت مع الاهلي. طيب